ترحب مملكه البحرين بالاعلان الختامي للمؤتمر الذي عقد في مدينه برلين بجمهوريه المانيا الاتحاديه بشان ليبيا، واتفاق المشاركين حول خطه شامله وخاصه بتسويه الازمه في ليبيا، والتعهد بعدم التدخل في الشؤون الداخليه الليبيه، والعمل على نزع سلاح الجماعات المسلحه، وغيرها من النتائج والتعهدات الملزمه التي تمثل خطوه مهمه في اتجاه التوصل لتسويه سياسيه شامله واذ تشيد مملكه البحرين بدور جمهوريه المانيا الاتحاديه وحرص الدول المشاركه في المؤتمر على اعاده الامن والاستقرار لدوله ليبيا فانها تعرب عن تطلعها لبذل المزيد من الجهود والعمل وفق اتفاق الصخيرات الذي تم ابرامه عام 2015 بالمملكه المغربيه باعتباره الاطار السياسي الذي يحظى بقبول المجتمع الدولي وكافه الاطراف في ليبيا. ما يجعله اساسا قويا وملائما لحل الازمه بما يحقق تطلعات وطموحات الشعب الليبي الشقيق في الامن والاستقرار ويحفظ لدوله ليبيا سلامتها ووحده اراضيها ويؤدي الى القضاء على العنف والتطرف والارهاب بكل صوره واشكاله